اللغة العربية هي أم الاختصار، لكن بعبارات وبكلمات تحوي معاني عظيمة، لكننا نجهل. الكلمة الواحدة ما هو بزيادة حرف، لا، ببقاء الكلمة بحروفها مع التشكيل يتغير المعنى. يقولون مثلا فقه يعني فهم، فقه يعني أصبح أفقه من غيره، فقه أصبح الفقه سجية له. انظر بعبارة مختصرة بتشكيل معين، التنوين وأنتم حينئذ تنظرون، حينئذ التنوين هنا تنوين عوض عن جملة، بل ربما عن جمل. فاللغة العربية ما تحتاج إلى أن نختصر من عقولنا، فليتنبأ لمثل هذا، وهذه مهمة جداً.